واحد جوج سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم. فيديو جديد، نهار جديد. المهم الصيام مقبول ان شاء الله لكاع الناس اللي صايمين. انا صايمه، المهم ديما صايمه، اصلا من دخل رمضان وانا صايمه، زعما ما كاينش هكا ولا هكا. المهم عرفتوا شنو قررت انا؟ تخيلوا معايا، واش هبيله واش بعقلي واش شنو؟ تخيلوا البارح بقات واحد الروينه في بيتي، وقلت علاش لا ما نخليش انا هاد البيت يبقى مرون. تخيلوا وحده دايره قرار انها تخلي بيتها مرون، انا دايراه مع راسي، قلت خلي هاد البيت مرون وكنزيد نرونو بالعالي. محد ديما مخمل، تخيلي بيتي ديما مخمل، حتى ما بقاش ملي كيكون مخمل كتكون عنده واحد القيمه، وكيكون عنده واحد السر. صافي ولات تجيك عادي راه مخمل. صافي خليتها من البارح في الليل حتى اليوم وهو مروه، ما قصت فيه كاع، وخصوصا الحمام غير نهار واحد. تخيلوا معايا غير نهار واحد ما كاملش، اي من البارح اليوم، دابا راه شي ثلاثه العشيه الروينه. هذاك الشيء ما نقولكمش، انا غنقلب لكم الكاميرا وتشوفوا. كنغفل على بيتي غير شويه كتولي فيه واحد الروينه ما نقولش. المهم دابا غادي نجمعهم، حيت صافي ما قدرتش نزيد نكمل، لان ما مولفاش نجلس فهاد الشيء. واخا قلت خلي واحد شويه، خلي نزيد على الاقل ليل، ولكن صافي نجمع. سبحان الله، عاوتاني ملي كيكون مرون وكتنوضي تجمعي كتحسي بالراحه. انا بعدا كنحس بالراحه النفسيه، كيعجبني الحال. المهم دابا غادي نخملو معاكم. ماشي شريت خيط، داك الشيء اللي كنت قلت لكم، داك التوابات اللي شحال وانا نطلع وهبط عليهم. اليوم وجدوا واحد جوج منهم، وجدوا واحد جوج كيمونويات، صوبتهم كيحمقوا، ولكن ما غاديش نقيسهم بهاد الحاله حتى غادي نقاد بيتي. بعدا شوفوا داك لامس، شوفوا عرفتي حمقني من بعد، برد اللون شويه، شوفوا جغزال. المهم البنات، انا عندي لسان، حالتي باين فيا العيا. المهم سيدي واش على حالتي، حتى نقاد ان شاء الله ونصوب داكشي مزيان، غادي نقيسو معكم وتشوفوا داكشي كيفاش غيجي. المهم خليكم معايا فهاد لا فيديو اللي درتها، غادي نشاركها معكم. المهم ما بغيتش نصدمكم، ولكن هذا هو الواقع، هذه الحقيقه. هذاك الشيء اللي شريت البارح صافي كليناه، هنا يبقى لي عرفتي راه صايمه وفي الموت ديال الجوع، وكنقول غير توتر المغرب غادي نطيح في هذا عوره والله. زعما ملي كنكونوا صايمين وكنشوفوا داكشي حتى انا راه مايمكنش. خصني دابا نجمع هاد الروينه. شوفوا هنا كيفاش دايره الحاله. انا داك الصبر ديال السدجه علي، شوفوا مسكينه هاد القطه ما فاهمه والو، شحال هي مخبعه غير هنايا. هادشي د الحوايج. صافي دابا غادي نجمع حاله، الوقت باش نجمع هادشي اختي راه بزاف. شوفوا راه كل واحد عنده الروينه، ولكن ماشي بحال روينتي. شوفي هادشي كلشي غادي يزول، وخليكم معايا نخمل هادشي هذا وانا معكم. شوفوا لي هاد الغزيولة غارقة بين الحوايج. المهم البنات، راني هنايا بديت كنسيق بتيد وجافيل وداكشي، عرفتو واحد الريحة طالعة، لكن معرفتش عندي حساسية من جافيل. أول حاجة كياكلني في يدي بزاف، والريحة خنقاتني. المهم عرفتو شحال باقا للفطور؟ بقات لنا نص ساعة للفطور، وخصني نجمع هادشي دغيا، نسيق دغيا، نكمل كلشي دغيا، وهبطو التصبين من السطح. شوفوا شحال الحوايج عاد خصني نطوي، شي كامل مصبن. هاي بنات، شوفوا نقطة التليفون. المهم عجبتني هاد الفكرة، حبيتها، غادي نبقى ديما نعلقكم تما ونهضر انا هنايا. المهم دابا غادي ندوز للحمام، الحمام كتوسخو ليا ليليتا. المهم خصني التراب ديالها. شوفوا شنو شريت لها هنايا، شريت غير هاد الخليشة هادي ديال التراب 50 درهم. المهم خديت هاد الخليشة، يلا خديت هادي شي يومين، شوف شحال كونسومات منهم.
ما كيدوزوش بزاف بحال تبارك الله عندي داكشي اللي فراسكو. نضفت داكشي مثلا هنايا لا بوبيل هنا عرفتو كانت موسخه بزاف عرفتي دابا نقيه كتشعل 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 كانت عندي موسخه حكيتها قديت كلشي. هنايا عندي واحد الشبكه دايره فيها الصباب تنشري عرفتي شحال صدعتكم هاد الكلمه غادي نشري بفيفين ديال الصبابط ولكن مازال ما كتبت خيلي كنعكز لان انا ما بغيتش نمشي نشريه من كيديا ولا بغيت نديرو عند النجار وما كنعرفش الى النجار فين نمشي فين نجي ما عرفاش وبابا ما كيساليش وما كيعطينيش الضوء بهذا المعنى يعني مازال ما عرفتش كيفاش غادي ندير انا داك البيفي وبغيت نخدمه بواحد الطريقه اللي زوينه بحيث عندي شي حوايج مثلا غادي ندير فيه الملابس الداخليه وغندير فيه شي حوايج اللي ما بغيتهمش يبانو وفي نفس الوقت شي حوايج سيكاس بيبطات زوينين بغيتهم يبانو بغيت ندير فيه طبقه مغطيه طبقه لا طبقه مغطيه طبقه لا وهذا الشيء هذا الموديل انا صراحه عمري شفته وما كنظنش انني غنلقاه واجد داكشي علاش خصني حسبني مغرب داكشي علاش خصني نصوب وانا عند شي نجار شوف هذا ما مقادش المهم هاد البوليغون عطات ليا لبنى عاد دابا ولبستو يعجبني جاي زوين هذا شي وحده كدير العصير والمولينكس وجاي الصوت بحال المغرب بحال داك واو دقائق دابا المغرب ما بقاش بزاف وجيت للكوزينه باش غادي نعاونهم داك الدقائق الاخيره مراقب شنو كاين شنو صوبوا شنو اللي ما صوبوش ماشي مشكل في سبيل الله في سبيل الله اي الله يكون في عليك. المهم عرفتي ملي كتبقى داك 10 دقائق عطا ما تفتناش زعما صراحه يعني كلشي واجد طبلة راها محطوطه بقى غير العصير هي ماما كتصوبوا سلام. المهم ولا عندها واحد العصير زوين راه حطاتو في قناتها ونوت في الفاسيه واعر نوريكم بعدا فلو كيف صوبوا الاول نوريكم الطبيل. المهم هنايا اللي كاين المهم حنا باش هذا كل نهار كنصوبوا حاجه ما قدرتش نقلب هنا الحريره ما كنشربوهاش حنا فاطمة الزهراء انا ما كنشربوهاش داكشي علاش كيديروا غير شويه قياسهم هنا عصير ديال السيترون صافي تما راه داكشي البنات عندي لكم واحد المفاجاه انا ولبنى غادي تصدموا. المهم نبدا واحد جوج ثلاثة اتما اختاري يا حلوة يا زينة. السلام عليكم متابعي قناة الوزراء التحليل. جينا وجبنا الجديد بحال ديما لا كوليكسيو جديدة نتاع يسرى ستيل. ما معنى يسرى ستيل؟ غتلقاي في التيكية يسرى ستيل. هذه اول كوليكسو انا اول وحده كيحصل لها الشرف تلبس من عند يسرى ستيل ان شاء الله. شوفوا الهمه شوفوا في الشان شوفوا ضخامه انا صعيبه في اللباس ولكن هذا طيح لي الركبي
طمني شحال هي كتقول لي انا دابا غنغبك باش باش نشريه انا دابا وكتمشي عندو كيقول لها زوين ولكن لا غتدي انت يا فابور دي فابور ولكن المهم البنات انا قررت وديما كنت كنقول لكم بغيت ندير كوليكسيون ديالي غادي ندير شي حاجه زوينه فهاد العيد فهاد رمضان في العواشر يعني ابار رمضان والعيد حنا كنبغيو نلبسو بحال هاد الشيء هذا وما كنلقاوش كيفاش مثلا هاد الكيمونو هادو اللي صراحة عجبوني بزاف ودرت كوليكسيون ديالي كنبغيو نلبسو بحال هاد السايلات اللي تكون مستورة في نفس الوقت خفيفة في نفس الوقت مودرن وكتجي شيك يعني شوفوا الالوان كيفاش دايرين يعني لاصقت الالوان بحال هكا مشيت معكم شريت التواب يعني شورتكم في بزاف ديال الحوايج ودابا اليوم وجدوا وشاركت معكم يعني كيفاش جا المهم هذا في البلون كاسي والمارون والمارون جاي بارد شوفوا كيفاش جاي عرفتوا كيحمق هذا بالضبط عجبني وحتى ديال لبنان جاي هاد فيغ كالاغ هاد اللون مع الاورانج ها شوفوا الخياطه الفينيسيو خطيره انا كنركز على الفينيسيو شوف داكشي بروفيسيونيل ما تصحاب لكمش تحقرو يسرى ستيلر داكشي واعر انا ركزت شوف حاله تكون نقيه صراحه عجبني وعجبوني هاد الالوان بزاف بزاف واختاريته غادي توريكم يسرى كيفاش كيجيني انا لحقاش هاد لا كوليكسيو هذا تقدري تلبسيها قصيره عند كيلو شوا يعني ملي غتكوماندي تكوماندي من هاد الدوماندي غتقولي لها واش قصيره بغيتيها قصيره ولا بغيتيها طويله انا بغيتهم طوالين هادي اللي لابسه يسرى قصيره دابا بحال شويه انا طويله على لبنى هادي درتها على طولتي انا وهي جاتها طويله انا شويه جاتني قصيره وكيعجبوني قصار مع كتلبسيو مع سبادغي ولا شي حاجه كيجيو قصار على حسي بغيت غادي توريكم دابا غادي نوريكم دابا كيفاش جات لبنى وكيفاش جاتني انا المهم البنات شوفوا لبنى كيفاش جات عرفتوا جاها كيحمق وعاد راه في الواقع ماشي بحال الكاميرا الواقع كنظن انه احسن شوفوا الطوله جاها طويل وهي داكشي اللي كيعجبها لبنى كيعجبها طويل يعني حتى بالنسبه لي غادي تكوموندي ولا شي حاجه على حسب هي شنو بغات طويل ولا قصير المهم لبنى بالصحه والراحه عجبني على لبنى بزاف هذا الكيمونو هذا جاي شيك و رائع جدا بدل لي ستيل نتاعي كامل بدل لي ستيل كيبدلو ستيل انا فرحانه به الصراحه وتقدر انا نقدر دابا لابسه مع السروال نقدر نلبسو مع جيبا ولا كسوه فهمتي كسوه انا غادي ندير له من الداخل عنف عقلي شنو غادي ندير له من هنا غادي نطلبها منك طبعا غديريها لي تكملي لي بحال لي تكملي لي شنو ندير وديك الساعه غادي تشوفوا غنبقى نلبسها وتشوفوا كيفاش غادي نلبسها ولكن مع الكحل واعر جو الالوان زوينين زعما الصراحه بالتوفيق كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله البنات هجوم على يسرى ستيل الكوليكسيون الجديده تاع يسرى ستيل هجموا عليها ان شاء الله هي هو اللي زوين فيه المهم اول وحده غادي تلبس هي انا من الكوليكسيون ديالي هي لبنى هو باش كيعجبني انا تقدري تلبسي معاه الجين صوفيت ما وصافي كتزيديه من الفوق وكتهني انا هادشي اللي كنقلب عليه في الصيف عرفتي راه مبرده مرتاحه تلبسي ما يخصك خير في البروده البنات هجموا جربوا جربوا حتى نتوما ان تكون عندكم قطعه من يسرى ستيل فيه. خصوصا الناس اللي كتبغي كل شيء اللي كتبغي يسرى تكون عندك شي حاجه مكتوبه هنايا والله الا مكتوبه يسرى طلي اختي المهم غادي نوريكم حتى انا الكيمونو ديالي البنات شوفوا انا هذا هو الكيمونو ديالي شوفوا كيفاش جاي المهم راني لابساه مع بارطوفه وداك الشيء طالونات كاينين فوق ما قدرتش نمشي نجيب شي طالون المهم هو هذا الكيمونو عجبوني الالوان جاك شيك وكلاس حتى هاد الالوان هماوي هماوي المهم شوفوا هنايا كان تكسر اللون بشي حاجه ما يمكنلكش ديريه كامل صامت شوف تيحمق المهم قولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم في لي كومونتير وهذا ما كان يعني كيجي خفيف كلاس المهم البنات الا بغيتو دومانديو على سيغ كوموند غتخدم يسرى ان شاء الله يا ربي بالتوفيق
سيغ كوموند وغادي نشوفوا تفاصيل اخرى غادي نتفاهموا عليها، يعني باش تقرر شنو غادي دير من بعد، كيفاش غادي يكون اللي عجبها بغات تكوماندي تكوماندي. ما تحشمي ما تراعي. البنات غادي نخلي لكم نيمورو التليفون هنايا بالنسبه للبنات اللي بغاو يكومونديو هاد لي كيمونو هادو، غادي نخلي لكم نيمورو ديال الواتساب، غادي نكون انا اللي كنتواصل معكم وبيان سور غادي نجاوب كاع الناس اللي غادي تدخل عندي الواتساب وغادي نتواصلوا كاملين ونهضروا كاملين. المهم ولكن اللي انتريسي ان شاء الله ومرحبا بكم، ومن اي دوله من اي مدينه، يعني كاع اللي في الخارج ولا شي مدينه بعيده راه لا ليفريزون راكم عارفين، غادي نصيفط لكم ان شاء الله الامانه ديالكم وغادي تكون شي حاجه اللي غادي تعجبكم، والجوده الكاليتي يعني التفاصيل تفاصيل كنركز عليها انا في الحاجه. المهم داكشي زوين متقون الالوان اللي بغيتو نتوما اخر الطوله اللي بغيتو نتوما، ولكن باش عجبوني انا هاد الكيمونو طاي ستاندر، يعني ما كنحتاجش انا عاد نقول لك جيبي لي العبارات ديالك ولا داكشي، غادي يجيو مع غليظه رقيقه كتجي طاي ستاندر كيجيو زوينين، رقيقه غيجيوها زوينين وغليظه غيجيوها زوينين، يعني راه داكشي زوين. والبنات اللي عندها الكرش ولا شي حاجه هذا باش كيعجبك كيسترك كيستر العيوب بهذا المعنى، كيستر العيوب داكشي اللي كيكون هنا الكرش كيستر كلشي هادشي باش كيعجبني. يعني بالنسبه اللي بغا يكومونتي غادي نخلي لكم نيميرو وفي اول تعليق وفي صندوق الوصف وعلى الشاشه، يعني فين ما درتي غادي تلقاي النيميرو ديال التليفون في السرجم وفي الدار باب الدار مكتوب السرجم. المهم ضروا من الدار بجي الفاتقه وعاوتاني مكتوب. لا لا عرفتي شتي انت والله الا لا جاك في فيلم يعني كيحمق والطولة يا هو هذا. المهم بالنسبة للطولة نتوما غادي تقولوا لي الطولة اللي غادي ندير لكم كما قلت لكم العبارات وداكشي كيجي هو اصلا ستاندر. ليتس جو بسم الله ما عليك غير تكون بسم الله نبدا بسم الله نبدا الحمد لله يا ربي ان شاء الله تكون بداية موفقة ليا والجميع واي بنت بغات هرمنا من حاجة. هذه اللحظة شحال عانيت على هاد الشيء هذا ومازال عندي موديلات واحد اخرين، يعني هذه كما قلت لكم غير بدايه وباش بديت ان شاء الله مازال غادي نجيب لكم شي حاجه اللي غادي تعجبكم انا مأكده. وبزاف الناس مثلا ملي كنلبس شي حاجه كيبقاو يسولوني عليها، قلت علاش لا انا ما نديرش كوليكسيون ديالي ندير شي حاجه ديالي، ومن بعد ان شاء الله غادي تكون شي حاجه حسن. واي واحد كيبدا غير بشويه وكيبدا داكشي قليل واحد ما كيجي وكيلقاها صافي وصال راه ضروري درجه درجه، وان شاء الله غادي نبقاو هكا حتى نوصلوا شي حاجه تكون زوينه وكتحمر الوجه بكم نتوما ان شاء الله. المهم وحتى لبنى صراحه لبنى كنلقاها معايا كتساعدني في كل شيء، هي اللي اختارت معايا قالت لي خرجي من درجة قتلي خرجي من حياتي ما بقيتش باغيه هذا الشيء. لا ولكن عرفتي شنو كدير ليا ولات كتزير عليا، خصك تمشي ديري خصك تمشي ديري خصك تخدمي، قلت لها قبيله صافي خرجي ليا من حياتي وبزاف اصاحبتي ما بقيت باغيه ندير كوليكسيون ما بقيت باغيه ندير والو، قلت لها ديري كوليكسيون بغيت كنعس شتي فكره زوينه ديري كوليكسيون ديالك خاصه بالنعاس قولهم هاكي حبيبي 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 النوم واش نقول لكم كنضحكوا ولكن الحمد لله يا ربي انا راديو فخوره بها، داكشي علاش لبست من عندها ما كنلبسش من عندها باش كتكون كتلعنها عليك باش تاخذ لك لا اختي خلصت راك جابينك، خصوصا انا عارفه شنو عانيتي، انا اللي عارفه شنو عانيتي، انا اللي ما غناكلكش تخيلوا معايا صايمه وكنمشي ناخذ التواب والله الا زعما ماشي غير صايمه وصافي، يعني عيانه وما فيها حتى واحد المجال صعيب واحد المجال وفيه ادق التفاصيل خصك تهتمي بالتفاصيل التفاصيل والخياطه وزيد التوابات كيفاش التوب يجي مع هذا الموديل هذا، ماشي جميع التوابات كيجيو مع هذا الموديل هذا، الخياطه صعيبه الناس الخياطه راه كيعرفوا هذا الشيء، انا ماما كانت خياطه وكنعرف هاد المسائل هادو، داكشي علاش تربيت انا في واحد البلاصه كانت الماكينه الخياطه كتخدم، داكشي علاش شي تفاصيل بقيت عاقله عليهم بقيت عاقله عليهم الحمد لله نفعونا
الحمد لله. وهذا ما كان البنات، هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. دابا غادي نمشيو نديرو شي حاجه زوينه ان شاء الله في المحل د بابا، واحد المفاجاه كبيره. شوفوا الفيديو ديال بابا في قناه اسره مغربيه، وما تنساوش تتابعوا حتى ام يوسف الفاسيه وفاطيموند ولبنين، وحتى هي راه كتحط لكم هاد الساعه واحد القصص زوينين. وهذا ما كان، باي باي.